خارج على فكرة عشان ما حدش يفتكر ان انا خرجت بعد ثورة يناير، انا خارج من 2002، ومن 2002 وانا بتكلم من وانا في الاخوان لسبب من اسباب خروجي، وانا بكتب وبنتقد الاخوان في الصحف وفي المجلات، وهم لم يتحملوا هذا الكلام فاحالوني الى محكمة داخلية، ثم صدر القرار بالفصل، ثم عدت مرة اخرى، وبعد ان عدت بعد ما تلقى قرار الفصل قدمت استقالتي، فراحوا بعثوني وقالوا لي استقالتك غير مقبوله. فقلت لهم ايه؟ قالوا نحن عندنا لا يستقيل ولكن عندنا يستقيل. يعني هنقيلك انما الفصل القديم ساريه. فاستقالتك لم تقام محلي بلغه القانون، يعني بلغه رجال القانون.